فنانين، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنرسم الفنان أحمد فهمي. هنبتدي نظلل بألوان الخشب. أنا ما استخدمتش ورق أبيض، أنا استخدمت ورق رمادي، وابتديت إن أنا أظلل عليه. أتمنى من الناس اللي بتشاهدني لأول مرة تدعم موهبتي. كل ما عليكم تضغطوا على كلمة سبسكرايب أسفل الفيديو الاشتراك في القناة، والناس اللي بتشاهدني يا ريت تعمل شير علشان يوصل لأكبر عدد من مشاهدي. مش هطول عليكم كتير، يلا بينا علشان نبدأ مع بعض الرسم. أول حاجة هبتدي أستخدم درجة الأسود وهبتدي أحدد منطقة العين. طبعا قبل ما نبدأ الرسم خالص لازم ناخد بالنا كويس قوي من الرسمة الأساسية ومن أماكن الظل اللي موجودة فيها. بناء على كده بنبتدي نظلل. هبتدي أحدد منطقة أعلى العين وهبتدي أستخدم درجة أغمق شوية علشان أدي أماكن الظل حقها. بعد كده ببتدي أدمج الدرجات مع بعضها وأرجع بعد كده أظلل منطقة أسفل العين. استخدمت هنا درجة البني الغامق علشان أحدد منطقة الحاجب، وهستخدم معاها درجة الأسود علشان تتحدد معايا أكتر وتتضح. بعد كده ببتدي أحدد منطقة العين بالقلم الأسود. طبعا نفس الخطوات اللي أنا عملتها في العين اليمنى هي نفس الخطوات اللي أنا هعملها في العين اليسرى، بس براعي أماكن الظل. وهبتدي أظلل منطقة أعلى العين وأحدد منطقة الحاجب. هستخدم هنا درجة البني الغامق علشان مكان الظل عندي غامق، فأبتدي أغمق المنطقة دي عندي علشان تتضح أكتر. بعد كده هدمج معاها درجة فاتحة علشان تدي شكل التجسيمة بتاعة العين، وأبتدي أشتغل على منطقة أسفل العين وأدمجها بأداة الدمج علشان تدي معايا درجة واحدة. بعد كده هبتدي أكمل تظليل الوجه معايا. هنا أحدد منطقة الخد الأيمن بدرجة البني الغامق وهبتدي أدمجه بأداة الدمج. بعد كده هبتدي أحدد منطقة الأذن، طبعا لو في عندي أي زيادة ببتدي أمسحها بالأستيكة، وهبتدي أمشي على أماكن الظل. أنا عملت بطانة الأول لمنطقة الجبهة بدرجة واحدة، أنا استخدمتها زي درجة البني الفاتح شوية. وبعد كده هبتدي أحدد أماكن الظل اللي موجودة عندي من خلال درجة القلم اللي معايا، وهبتدي أضيف درجات أقلام تانية علشان تظهر معايا أكتر. طبعا ببتدي أشتغل على منطقة الأنف، ببتدي أحدد أماكن الظل. طبعا ده درجة بني غامق مش درجة أسود، هبتدي أظللها أكتر من الأماكن اللي محتاجة ظل. طبعا الأنف علشان تظهر معايا لازم أبتدي أدمج أكتر من درجة مع بعضها علشان تتجسد معايا أكتر. لو حسيت إن الموضوع معايا مش واضح قوي ببتدي أركنها شوية وأرجع أعيد عليها تاني علشان تتجسد معايا أكتر. طبعا زي ما احنا عارفين إن الحاجة مش بتيجي معانا من أول مرة الظل، فبنبتدي إن احنا نطول الموضوع شوية أو نركز في الصورة أكتر علشان نجيب الملامح وتظهر معانا مظبوطة أكتر. طبعا الفكرة في الرسم مش اني ارسم الرسمة بس مظبوطة واجي وقت تظليل ابوظ التظليل، لان احيانا بنرسم حلو قوي لما نيجي نظلل بتدي شكل حاجة تانية خالص، فلازم ناخد بالنا كويس قوي من اماكن الظل علشان ملامح الوجه ما تبعدش عننا قوي. ظلل هنا منطقة الخد الايمن. طبعا انا مش هينفع ان انا اكتمها بدرجة البني بس لوحدها، هبتدي استخدم معاها درجات تانية فاتحة علشان تدي شكل طبيعي اكتر. وللأسف الكاميرا عكسة معايا الشكل، مبينة زي الشروط كده بس هو في الحقيقة مش كده خالص. ببتدي بعد كده ادمجها بأداة الدمج وابتدي اوضح أماكن الظل أكتر.
ببتدي اراجع تاني على الرسمة الاساسية بتاعتي واشوف اماكن الظل وارجع اعيد عليها تاني علشان تدي الشكل اللي انا عايزاه. طبعا زي ما احنا عارفين ان الرسم بياخد وقت معانا شوية، بس كفاية ان احنا نبقى مبسوطين جدا بعد ما نشوف النتيجة النهائية للرسمة بتاعتنا. عايزاكم تاخدوا بالكم من اماكن الظل، ان احنا لو فتحنا المنطقه بتاعه الجبهه بتدي كأن المساحه بتاعه الجبهه عريضه قوي، لو جمعناها زي ما هي موجوده في الصوره الاساسيه بيبين عندنا ان الجبهه اقل شويه. طبعا كل واحد بيختلف حسب شكل الجبهه بتاعته. ابتدي احدد شكل الشارب عندي واللحيه. طبعا انا المفروض كنت ادي بطانه للرسم بتاعي كله، بس انا حبيت استسهل شوية واغير يعني في موضوع الرسم، وابتديت ان انا احدد منطقة الشارب، وبعد كده هملى الفراغات بتاعتي بدرجات الالوان التانية، وبرضه هتديني نفس النتيجة في النهاية. كده ببتدي احدد منطقة الفم، وابتدي احدد منطقة المنتصف، واضيف الدرجات بتاعتي وادمجها مع بعضها علشان تتضح معايا. طبعا هحتاج بعد كده استخدم الاستيكة علشان ادي اماكن الاضاءة اللي موجودة عندي في منطقة الشفايف. هبتدي اكمل بقية اللحية عندي بالقلم الاسود، بعد كده طبعا هبتدي املأ الفراغات بتاعتي علشان تديني الشكل بتاعي. هبتدي اظلل منطقة الرقبة وهبتدي ادخل اكتر من درجة علشان تتضح معايا اكتر، او بالنسبة للوجه هرجع تاني اعيد عليها علشان يتضح معايا اكتر. كل ما بدي الدرجات حقها كل ما الرسمة تبتدي تظهر معايا. طبعا هتشوفوا الشكل النهائي في الرسمة بتاعتي. ده الشكل النهائي للرسمة بتاعتي بعد ما ادمجت الدرجات مع بعضها. حبيت اعمل النهاردة مسابقة مختلفة، كل واحد شاهد الفيديو هيكتب اسمه في الكومنت، وهبتدي اخد كل الاسماء اللي موجودة معايا وهبتدي اعمل قرعة، واللي هيكسب معايا هرسم له صورة. اخر ميعاد علشان تكتب فيه الكومنت باسمك هيكون يوم الاربعاء. اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، وياريت لو استفدتوا ولو استفادة بسيطة من شرح الفيديو النهاردة ما تنسونيش الدعوات. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على خير بفيديو جديد لتعليم الرسم، وياريت الناس اللي بتشاهدني لاول مرة تضغط على كلمة سبسكرايب اسفل الفيديو للاشتراك في القناة، ولايك لو عجبكم الفيديو، وشير لو حابين تشاركوا الفيديو مع اصدقائكم.